في الانترو زي ما اتكلمتوا دايما بقول ببقى مساند جدا للمنتخب الوطني وجهازه الفني بغض النظر عن كيروش او اي اسم. هل هتستمر بقى في الفقره دي المسانده ولا الحديث عن الفنيات هيختلف؟ هنشوف مع اتنين طبعا من نجوم التحليل. كابتن خالد غندور بشرفني منورني. مساء الخير يا كابتن سيف. ازيك يا كابتن؟ الحمد لله تمام. كله كويس؟ ومبروك لمصر. الله يبارك فيك. كابتن هشام شرفني منورني. كابتن سيف ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ وشياكه النهارده عنوان بصراحه مبروك. وشياكه عنوان وصديقي طبعا كابتن خالد النهارده. حبيبك. انتوا بقيتوا مع بعض كتير دلوقتي، بتخرجوا مع بعض، شايفوش خالص مع بعض؟ ما بشوفوش خالص. شايف التوليفه شغاله كويس يعني. ما من خلال حضرتك نعمل التوليفه وبعد كده نتفرج عليها. ما هو انا بقول من خلال حضرتك والله يا كابتن سيف. انتوا نجوم وتشرفوا اي مكان دايما. كابتن هشام رايك النهارده في كيروش، يعني رايك في الاداء الفني للمنتخب بصفه عامه؟ اكيد احسن يعني. في البدايه مبروك طبعا منتخب مصر النهارده، الفوز مهم عشان المرحله اللي جايه، لكن الاداء احسن من ماتش نيجيريا، يمكن عشان منتخب غينيا مش بالشكل القوي قوي، فشكلنا كان كويس، بس كان فيه النهارده شخصيه، يعني على الاقل كان فيه شخصيه. ما عملناش احسن حاجه، وده اللي قاله صلاح بعد الماتش لما خد جايزه مان اوف ذا ماتش. هو قال ان احنا الاداء، انا عارف ان هو مش احسن حاجه وفي فرق تقدمت كتير جدا في افريقيا، لكن المهم في المرحله دي ان احنا نكسب ويبقى لينا تواجد عشان نرجع تاني ننافس على اللقب، وان احنا نحاول نوصل ان احنا نحقق اللقب. لكن بعيدا عن ده، لا، في حاجات غلط من كيروش برضه نفس الموضوع. بنساند وبنساند بقوه، وان احنا نفسنا المنتخب يبقى احسن من كده بكتير، وهنبقى داعمين للراجل بشكل قوي، بس يا كابتن سيف في اخطاء لسه لغايه النهارده بنقع فيها، يعني ده واضح سواء في التشكيل او في التغيير. لما بتيجي تغير برضه بتغير غلط، ما اعرفش ايه السبب. فالحمد لله ان انت بتكسب، لان عكس ده كان ممكن تتعادل النهارده في الدقيقه 89، فكان ممكن تتعادل لولا الفار ومصطفى غربال ان هو يرجع الكوره ويشوفها. فمن هنا بدا يبقى في منتخب مصر او اللعيبه تروح على الحكم، لان هو حسوا ان هو في حاجه احنا يمكن ما شفناهاش في الاول. احنا قلنا جون، وجون في توقيت وحش جدا، لكن لقينا فجاه ان في فار وفي كلام، ولما رحنا شفنا الاعاده لا الحمد لله انها طلعت فاول. يعني النهارده في الانترو ما رحتش قوي لكيروش، يعني انا شايف ان كيروش الطبيعي تشكيل، يعني ممكن يكون فيه لاعب فيه حاجه التغيير، ممكن يكون مثلا عندك وجهه نظر في مصطفى محمد ولا، بس غير كده هو بيلعب بتشكيل طبيعي. انا الجمله دايما اللي بسال نفسي عليها، هو ليه الحديث ما بيروحش بيه للعيبه؟ يعني ايه الحديث ما بيروحش للعيبه؟ يعني الحديث ليه ما بنروحش بيه؟ يعني انا في الانترو النهارده قلت ايه يا جماعه، منتخب مصر سيبنا بقى من كيروش، سيبنا من الامور الفنيه وحضراتكم تتكلموا فيها، المنتخب محتاج روح، لعيبه كبار وقدوا بشكل جيد والف مبروك وان شاء الله اللي جاي افضل، بس المنتخب محتاج روح، محتاج تضغط، محتاج تصدر لي مشهد ان كل لعيب عنده روح المنتخب. احنا في بطولات كتير ما كناش الافضل فيها، ولكن وجود الروح دايما بيعمل البالانس، بيعوض دايما حتى لو في فريق افضل منك، انك تصدر مشهد المنافس ان المسافه بيني وبينك بعيده وهتلعب معايا 90 دقيقه مدافع، فمش هدخلك الماتش. ممكن ده مع الوقت يا كابتن. واحنا شفنا النهارده ده في صلاح، شخصيه صلاح النهارده فرقت مع المنتخب، فرقت مع اللعيبه، اكيد كلامهم او كلامه كتير مع اللعيبه ده فرق بشكل كبير. السوليه حتى في المؤتمر الصحفي حسسنا بدوت، فممكن يكون هو ده الحديث اللي حضرتك بتقول عليه، اللي هو مع اللعيبه نفسه، ان هو بيوصل للعيبه نفسه، لان هم حاسين بالنبض الشرعي المصري، حاسين بالاداء ان هو مش كويس. لكن في نفس الوقت لازم الراجل يساعد ده يا كابتن. يعني انا النهارده انا مغير خط النص كله باستثناء طبعا النني. طب ليه المفارقه؟ يعني النهارده السوليه جاي من 3 اسابيع كان مصاب من ماتش السوبر 22 ديسمبر، النهارده بيرجع في ماتش انت المفروض تكسب فيه ويبقى ادائك كويس. طب هو النهارده بيلعب رقم 6، هل كان يقدر من الاول ان هو يلعب رقم 6 لوحده؟ مع ان النني يعني مش هقول لك ان هو بيدافع بشكل قوي، النني الماتش اللي فات كان وحش، احنا بنتكلم عن النني ككوره في الماتش اللي فات وحش. طب النهارده عبد الله السعيد بقاله فتره برده ما بيلعبش، وعبد الله السعيد مش احسن حاجه في الوقت ده، انه راجل 36 سنه ومش احسن حاجه في الوقت دوت، وفنياته مش احسن حاجه، لكن خبراته كويسه بتفيدك في الفتره اللي جايه. يعني انت وانت 1-0 عبد الله السعيد ينزل، طب ما انت النهارده ليه خرجت عبد الله السعيد؟ خرجته عشان هو النهارده ما كانش كويس. صح. ولما خرجت النني، خرجت النني ليه؟ عشان هو برده ما كانش كويس. صح. يبقى انا ابدا صح، ابدا بالسوليه لو انت عايز تبدا بالسوليه ما عنديش مشكله، بس ابدا بزيزو وابدا برمضان صبحي ما عنديش مشكله. لكن هو غير برده، دايما بيغير، ودايما هو اللي بيبقى وجهه نظره هي اللي لازم تبقى صح. يعني اتمنى في اللي جاي يا كابتن يبقى في ثبات بقى في التشكيل شويه.
كابتن خالد انت جاي بحاجتك اكيد مش محتاج سؤال يعني. لا عايز اقول بداية كده احنا لعبنا قدام فريق مصنف زي نيجيريا ولعبنا قدام فريق غير مصنف زي غينيا. اختلاف الاداء ما بين المباراة دي والمباراة دي نفس الاداء ونفس المستوى مفيش اي حاجة زيادة. انت ما بتتكلم ما بتيجي تقيم فريق بتقول احنا بنلعب قدام مين وبتشوف انت ادائك وفرض شخصيتك في المباراة. الفريق الغيني هو رقم 24 على القارة، يعني احنا رقم 6 على مستوى القارة الافريقية هم رقم 24، احنا رقم 44 على مستوى العالم هم رقم 120 تقريبا. يعني فريق غير مصنف، فريق كل لعبته محترفة في البرتغال وفي اسكتلندا وكلها فرق درجة تانية ودرجة تالتة الا لاعب او اتنين، وفرنسا برضو الا لاعب او اتنين، وبالتالي فريق في المتناول، يعني من المفترض ان انت في المتناول. نمرة اتنين الاهم، انا بيبقى عندي حاجتين يا كابتن سيف، عندي فريق مستوى عادي فبجيب له مدرب عالي جدا 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 عشان الفريق اللي مستواه العادي ده يطور لي من مستواه ويخليه يستطيع انه يقف قدام الكبار، تمام؟ او عندي مدرب عادي ومعايا لعيبة عالية جدا جدا جدا، حتى لو المدرب عادي يستطيع اللعيبة المتواجدة ان هم يرفعوا من مستوى الفرقة ويعملوا نتائج حتى ولو امكانيات المدرب عادية. كارلوس كيروش سمعنا كتير الفترة اللي فاتت عن ما يتقاضاه، هو بيتقاضى مش عارف 130 غير المساعدين غير الجهاز المصري. هل انا جايب مدير فني اجنبي يتقاضى هذا الكم من الاموال؟ هو بيتقاضى 70,000 يورو نت. امال ايه 180,000؟ يعني اعتقد بالجروس، يعني اعتقد بقى بالضرايب بحاجه اللي انا عارفه كده يعني. تمام، يعني ما قيل، يعني ما قيل من حضرتك ومن الكابتن شوبير ومن اكتر من واحد مبالغ كبيره قوي. يعني انا ما قلتش، انا الاستاذ عامر حسين كحاجه انا استفسرت عنه ان ده الصافي. تمام، مش دي قصتي، لكن انا 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 هنا كنت هنا وقعدنا نهزر ونضحك احنا الثلاثه على فكره تريزيجيه هيلعب ولا ما يلعبش، وانا ببقى سعيد يا كابتن سيف ان انا بعد كده وجهه نظري بشوف انها سليمه. انا وانا هنا معاك من اسبوع قلت لك تريزيجيه لا يستطيع انه يلعب لانه مش فت. وانا قلت لك الراجل هيبتدي بيه بالظبط، وكابتن هشام قال لك هيبتدي بيه، وانا قلت له لو ابتدى بيه يبقى غلط لان هو مش فت. يعني ايه مش فت؟ النهارده تريزيجيه وزنه زايد، النهارده واحد بقاله اكتر من 8 9 شهور مش متواجد. انا كنت شاكك اساسا انه يضمه من ضمن ال 28 اسم حتى تريزيجيه ما بدا، والنهارده ما نزل واضح لكل الناس بتفهم في الكوره ان هو مش فت. انا مش بجيب لاعب عشان اسمه تريزيجيه. ما هو ما بيحسبهاش كده، هو بيقول لك ده لاعب في الدوري الانجليزي، في الدوري الانجليزي مش في النادي مش هيلعبه غير هو جاهز 100%، لعب ماتشين مش هيبعته، فاذا النهارده هو جاي لي سليم. لا انا واحد بقاله معايا اكتر من 10 ايام او اكتر بيتمرن معايا وشفته في المباراه الاولى وعارف مستوى البدني بتاعه عامل ازاي، وفي حاجات بتتلبس وبيتعرف المستوى البدني والوزن بتاعه المثالي كام وكل ده. بجانب ايضا انا ليا رؤيه كمدير فني، اما تيجي الماتش اللي فات الاقي زيزو طور من اداء الفرقه معاك وهو بيلعب قدام نيجيريا، فالطبيعي والمنطقي ان ابتدي بيه. ان انا ابتدي بيه، انا هقولها بمنتهى الصراحه، هذا الرجل يفعل اشياء غير طبيعيه. يعني مثلا اما الاقي ومع هشام اما الاقي احمد رفعت يروح جايب لي جون عالمي، بو يا ابن اللعيبه ايه ده جون عالمي وما اعرفش ايه، الماتش اللي بعديه بره خالص نهائي مش متواجد، الله، يجي الماتش الثالث ينزله في الشوط الثالث يا ابن اللعيب جون الفوز والتأهل وصنع الجون اللي بتاع مروان داوود، الماتش اللي بعديه بره ايه ده. يجي محمد الشريف يجيب لي جونين في ماتشين ليبيريا، جونين في ماتشين ليبيريا كسبنا 2-0 هو اللي جاب الجونين، تاني يوم محمد شريف بره هو اللي جاب الجونين، انت عامل ماتش ودي هو اللي جاب الجونين. يعني يا راجل ده انت اللي مش مقتنع بيه هتخليه ده، يعني ده حاجه اكستريم، حاجه لا منطقيه ولا طبيعيه.
وده على فكره في 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 المدربين البرتغاليين. يعني مانويل جوزيه كنا بنشوفه مثلا تلاقي مثلا الراس حربه هشام نزل نزله راح جاب جون عالمي يبتدي وكسب وما اعرفش ايه الماتش اللي جاي بقول ده كده هيبتدي بيطلع بره ال 18 ما تبقاش ايه المنطق ده مش فاهمه. فانا مع احترامي يعني للرجل ما يقدمه منتخب مصر لا يليق بقيمه مصر وقيمتها في الكره الافريقيه. ما ينفعش النهارده هذا المستوى امام فريق غينيا ولولا الفار لكانت المباراه تعادل مع فريق غينيا بيساو. الفار انقذنا تمام. ممكن الكره دي ما كانتش تبقى فاول مثلا والواد عاد خدها وبتاع وراح شايطها في البعيده عادي بتحصل. السؤال اللي انا سالته لهشام حط كيروش على جنب ابتدى الماتش انا كلاعب لو انا النهارده كمجموعه لعيبه عندي الروح وعندي وعندي ما تعملش الفارق. سيف كره القدم ليست روح فقط. كره القدم امكانيات لعيبه. طيب ماشي تمام. مهارات لعيبه عندك انت قدرات عندك لعيبه وعندك لعيبه تمتلك. اولا تمتلك عندما تكون مستوى البدني بتاعك اعلى من اللعيبه الافارقه. انت مستواك البدني من اقل مستويات البطوله بدنيا. ما شاهدناه في مباراه نيجيريا يدل ان مستوى البدني والطقس هناك والحراره والرطوبه واضح جدا ان معظم لعيبه مصر مش جاهزه بدنيا. يعني هو يعني قصه بدنيا ولا كيروش ولا فنيا ولا اللعيبه ولا جيل كل حاجه كل حاجه عشان خلينا منصفين. احنا هنا في مصر قبل كورونا وقبل اي حاجه واحنا قدام 70,000 متفرج خرجنا من جنوب افريقيا. جت بعديها اعتقد جنوب افريقيا اتغلبت من نيجيريا بكل سهوله تقريبا مش فاكر كان مين اللي طلع جنوب افريقيا بعدينا يعني اتغلبنا بكل سهوله وكنا مش لاقيين لعيبه ننزل عمرو ورده ولا وليد سليمان كان راجع بقاله 6 شهور ولا عبد الله السعيد اللي ضمه في اخر ثانيه فاكر مع اجيري. لكن دلوقتي مع احترامي انا قلت يا جماعه بعد المباراه اللي فاتت لازم نطور من مستوانا وندي لعيبه عندهم الناحيه البدنيه والفنيه. فما اجي العب عمرو السولية في النص ألعب زيزو ناحية اليمين ألعب إمام عاشور ناحية الشمال بدني قوي شاب صغير تاكلينج سرعات شوت ما تديله لا أدي النني. طب النني أدي تريزيجيه اللي هو مش قادر لسه. أسألك سؤال أنت معترض على النني فنيا؟ بص بس عشان الناس وإحنا بنتفرج على الناس بتتفرج علينا كل الحب والاحترام لكل لعيبه مصر طبعا لكن احنا عندنا امانه التحليل وامانه ان احنا نخاطب الناس واحنا بنتفرج تمام. انني يلعب في منتخب مصر لانه لاعب في الارسنال فقط تمام. انني ما يقدمه مع منتخب مصر ما يقولش انه بيلعب في الدوري الانجليزي او بيلعب في الارسنال. خد بالك انني كمان يلعب في منتخب مصر لانه لاعب ينتمي للارسنال تمام ولا يشارك مع الارسنال. طيب خدني واحده واحده. خالد غندور اكيد اسم كبير ولعيب كبير. اصدقك ولا اصدق كل المديرين الفنيين اللي جم ضربوا المنتخب؟ لا تصدق اللي انت بتشوفه على الشاشه. ما هو ده ماليش دعوه انا الامر المحير واحده واحده بس خدني واحده اتفضل. الامر المحير ان انت وهشام وخالد واحمد ممكن ده الراي مفيش مدير فني جه المنتخب وما لعبش النني. انا بسال والله انا مش انا مش احنا مش معترضين انا بسال الاسئله الناس بتسالها العادي. اولا اعتقد كابتن حسام بدري ما كانش بيلعبه طول الوقت تمام واعتقد ان الراجل هو اللي بيلعبه طول الوقت تمام واعتقد لا 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 هو لعب مع كله لا اجيري لعب وكوبر لعب وبرادلي لعب مع كله بص انا قولا واحدا اللي انا شايفه قدام عينيا انا ليه عين بتتفرج كلاعب كوره. المدير الفني اللي عندنا ده عنده مشاكل كبيره في عينه. طب ممكن اسالك سؤال؟ سيبك من ده انا مش على فكره انا مش رايح لكيروش. هسالك سؤال. انا رايح للهيستوري بتاع المنتخب كله. على فكره في لعيبه دايما نقف عندها نفس السؤال يا خالد نفس السؤال يعني مثلا مروان محسن. الناس كانت بتشوفه اوحش حاجه ناس كتير اختلفت معاه. لا مروان محسن لعيب كويس جدا. ما في اعمل ايه؟ مروان محسن لعيب كويس جدا ماشي لعيب كويس الولد وكل حاجه بس تعرض لانتقادات شديده. مفيش مدير فني جه للمنتخب غير ما لعبه فاهم قصدي؟ اجيري ما سالته عليه قال لي لعيب كبير جدا. اجيري اللي كان جاي ورا كوبر يعني قول كوبر ثبت الموضوع لعب بيه. ماليش دعوه قصه ان هو ما بيجيبش جوان مع الاهلي فالجمهور قلب عليه فابتدت الناس تتريق
فابتدى ابوه يخش على التليفون ومتضايق ان هما بيعملوا كده مع ابوه تنمر مع ابنه، دي قصه كبيره. لكن مروان محسن هل هو امكانيات وجسمانيا وقدرات وكده؟ لا، لعيب كبير، لعيب كويس، عايز يكتسب الثقه بس. لكن لما تيجي تقول لي مثلا النهارده مين احسن لعيب في الفرقه؟ انا شايف النهارده السوليه. صلاح ما كان كويس، ما كانش وحش. السوليه النهارده، عمر كمال عبد الواحد. ماشي، عمر كمال عبد الواحد دي اول مباراه ليه مع المنتخب. محمد الشناوي، عمر كمال عبد الواحد اول مباراه ليه مع المنتخب. لا، رسميه. رسميه رسميه، سيبك من بطوله العرب. ممكن رسميه اول مباراه. اول مباراه يبقى عمر كمال عبد الواحد بيلعب قدام مين؟ بيلعب قدام غينيا. بيلعب في مكانه؟ لا، مش في مكانه. اللي بيلعب في الدوري؟ لا. عمر كمال عبد الواحد من اهم او افضل لعيبه النهارده، لانه بيلعب كمان قدام غينيا، تمام؟ يعني فريق مش مصنف جامد جدا. فما تيجي تقول لي عمر كمال بيلعب قدام غينيا وهو احسن واحد، وتيجي تقول لي لعيبه تانية بقى لها 40 ماتش دولي و50 ماتش دولي و60 ماتش دولي وبتلعب في اوروبا وبتلعب في ما اعرفش ايه وبتادي اداء متراجع، لا، يبقى لعيب من اللاعب. كمان نمره 2، العيب من المدرب اللي هو مش شايف. انا النهارده هل انت مختلف او اي حد في مصر مختلف ان النهارده كان لازم زيزو بعد ما ادى الشوط الثاني انه يبتدي؟ لا، تمام. وقدام غينيا، يعني زيزو هيبتدي قدام غينيا، تمام؟ اي فريق في المتناول عادي. ليه ما تبداش بزيزو؟ ايه الاستراتيجيه اللي انت تنزل لي زيزو وتلعبه 3 دقايق ولا 10 دقايق ناحيه اليمين وبعد تروح عامل تغييرات تانية وتروح لعبه ناحيه الشمال؟ الاستراتيجيه بتاعتك ايه؟ هو انت مش منازل مدي زيزو تعليمات؟ يعني زيزو انت هتروح ناحيه الوينج رايت وهتلعب مع صلاح، تحاول تعمل اوفرلاب، تحاول تخش على جوه، مش دي تعليمات اللي ممكن يديها مدير فني يديها له؟ صح. ازاي بعد 5 دقايق اروح موديه ناحيه الشمال؟ يبقى ايه 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 الاستراتيجيه اللي انت بتبنيها بقيه الشوط الثاني؟ عايز اسالك سؤال فني شويه. حجازي شفته النهارده في اكتر من لقطه زايد بشكل كبير، مش بس في الكوره الثابته، مش في السادس بول بس. لا، كور كتيره جدا. عمر لما بياخد الكوره ويطير اللي مكمل دايما على البعيده في اكتر من لقطه حجازي. حاجه كويسه، مش حاجه وحشه على فكره. بس انا دي اول مره اشوف، يعني ماشي انت يعني بتلعب غينيا برضو بس في مواقف المباراه يعني عادي ممكن. في مواقف ماشي في كوره ثابته في كورنر المدافع. لا، في كوره في كوره ساعات الكور الثابته يطلع بالزبط. براسه اتفضل يا اطلع. لا صح، كمل. لكن فضل. اطلع اكمل بال 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 في ساعات الكوره زي مثلا عماد النحاس، بس كنا بنلعب 3 5 2 ساعات. ساعات مرت عماد النحاس او اشرف قاسم او كانوا كده، الكوره بتزودك فممكن ايمن اشرف وبيلعب مع الاهلي سيرد باك مثلا، ساعات يروح واخد الكوره مكمل. في لقطه شفته طرف في الطرف اليمين راح بيرفع. ايوه، اللي عمل مع محمد صلاح، عمل اوفر لاب مع محمد صلاح. عادي بتحصل، بس انت بتلعب غينيا ما بتهاجمكش كتير، مع عندها 2 لعيبه بس، واحد في نص الملعب رقم 11 القصير واللي هو جاب فينا الجون ده واتلغى. هم دول افضل 2 لعيبه عندهم، ولعيبه عندهم قدرات. لكن فريق اقل من العادي النهارده، نتيجه خدنا 3 نقط لكن ادائنا. والنهارده لازم انت لو منتخب مصر تكسب الفرقه دي 3-4. لكن هنقول ان مستوى معظم الفرق الكبيره في البطوله دي قليل والنتائج قريبه. تمام. لكن في النهايه انا بصراحه غير راضي عن تشكيل كيروش، عن تغييراته، وعن اداء معظم لعيبه مصر مش بتادي. ده هل ده فريق ياخد بطوله؟ انت عندك 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 امل ان احنا ناخد البطوله؟ انت عايز الرد؟ رد يا كابتن هشام، عندك امل؟ انت قلت في قبل ما تشوف الماتشات. لا حاجه، لا، انت وانت وحش ساعات وانك بتكسب ده مهم عشان انت برضو في الماتشات اللي جايه. طب ما الجزائر النهارده في اول ماتش مع سيراليون ما كانش احسن حاجه، واحنا اتكلمنا في ده. انا شايف ان احسن فرقه كابتن سيف هي المغرب بصراحه، فرقه كوره تلعب كوره. انت شايف مصر هتيجي مع الوقت؟ تيجي مع الوقت، بس المهم انت عندك مقومات الفوز ببطوله عشان وارد. اصل هي مباراه من 90 وارد دقيقه يا جماعة. وارد ان انت بشخصيتك مفيش اي مقاومات في الموضوع. بص يا خالد، هي النقطه في ايه؟ هنضحك على بعض؟ مش حاجات هنضحك. ايوه، انت مش مصنف من ان انت تاخد درجه اولى البطوله زي الجزائر او المغرب، ودلوقتي مرشحين الكاميرون ونيجيريا. بقول لك ايه، السنغال محمد صلاح هقول لك، بس ما انا عارف، ما هو صلاح محمد صلاح النهارده بعد الماتش. طيب ما هو قال كده، بيقول له انت ايه رايك نفسك تاخد بطوله؟ فراح هو قال ايه؟ والله يعني عارف عايز يقول، يعني عايز يقول ان احنا يعني فاهم مش هينفع. ممكن تكون البطوله تدريجي بالظبط يا كابتن. ما هو ده انا بقول لك. هو كابتن هقول حاجه، ايام كابتن جوهري 98 98 يا كابتن ايه اللي حصل؟ اه اسال فيها كله، اسال حازم. انا عشان انا جالس صليبي وما لعبتش. تمام، سيبك مع جوهري. كل مباراه لعيبه جامده جدا يا كابتن، كان طيب. كل مباراه بيحجزوا تذكره الطيران. انت عندك مقومات البطوله تاخدها؟ يلعب صح وعنده مقومات؟ عنده، يلعب صح. وانت شايف ان ما عندناش؟ ما عندناش اي مقومات للفوز بالبطوله. وانا شايف ان عندنا. يبقى كده احنا 2-1 برضه.
طب وجهات نظر يعني نشوف عصام الحضري. ماشي انا موافق. نشوف عصام حق من حقنا ان انت تدعم الفرقه وانت تدعم مش الفرقه مش كدعم يعني انت عندك على ارض الواقع. ايوه على ارض الواقع شخصيه منتخب مصر يا خالد. فين الشخصيه يا عم؟ هو فين الشخصيه؟ انا 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 هفضل ادعم الفرقه ان شاء الله باذن الله لاخر نقطه. وانا مش بدعم يعني وانا كاره مصر مثلا. لا 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 وامور فنيه في الاخر. امور فنيه ليه بنشوف كوره من رؤيه طبعا بنشوفها وبنحللها. بس الكوره كابتن لها متغيرات كتير. صح. لها وش وظهر ولها متغيرات في ثانيه. حتى الان النهارده محمد صلاح كويس كويس. طبعا. بس محمد صلاح لسه ما بقاش محمد صلاح كويس. في مباريات لو محمد صلاح يعني انت النهارده بتقول مثلا نكسب 2-3 النهارده المنتخب لو عنده توفيق هيكسب 2-3 بنظر على الاداء. صلاح كويس ليه النهارده يا فندم؟ صلاح كويس ليه؟ شبه في مكانه عشان جاب جون. لا هو عشان بيلعب في مكانه قبل ما هو قبل الجون كان كويس عادي النهارده اداؤه عادي. لا لا هو يعني جاب جون. لا لا عادي هو اللي خد منه في الماتش خالد. لا لا هو عشان جاب جون. لا 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 هو جاب جون الفوز. ايوه صح. فجون الفوز هو اللي اعطاه مان اوف ذا ماتش. استاذنكم نسمع الحضري هيقول ايه. يلا بينا. بسم الله طبعا مبروك 3 بونت. احنا طبعا مش هقول في احتاج 3 بونت اكيد احتاج 3 بونت عشان الثقه تبقى ترجع تاني. مبروك للشعب المصري طبعا والجماهير المصري اللي بتحب مصر دي اول شيء. نتمنى ان احنا ربنا يكرمنا النهارده ان شاء الله. خلاص يعني يوم هيعدي وان شاء الله هنفكر في ماتش بكره ان شاء الله استعداد لماتش السودان ان شاء الله. من وجهه نظري انا هم الفتره الحاليه في حراس مرمى كتير بس اكيد انا صريح هم دول الفتره الحاليه هي دي بتاعتهم هم. ونتمنى زي ما قلت لك ان احنا يبقى عندنا حراس وحراس. عندنا 2 كبار معاهم خبره كان الشناوي او كان جبل. معانا صبحي جاد حراس مرمى منتخب اللون برضه بياخدوا الخبره. بنجهز دول حراس مرمى للفتره اللي بعد اللي جايه ان شاء الله يعني ربنا يدي العمر طبعا كل الناس. بيشتغلوا معايا بيتعبوا جامد لان انا واحد في تمريني بحب كل حاجه جد. هم بسم الله ما شاء الله. شوف الشناوي الاربعه عندي هم يعتبروا رقم واحد. ما فيش عندي حاجه اسمها 1 و2 و3 و4. بتعامل معاهم كلهم كرقم واحد عندي. طبعا بيجوا منتخب مصر يبقى هم رقم واحد زي ما هم في ناديهم رقم واحد يبقى هم عندهم في منتخب مصر رقم واحد. احنا جهاز فني مش هقول صعبين شويه ان احنا قافلين على نفسنا. احنا نحب نشتغل في صمت ما بنحبش ان احنا نتكلم ونرد على حد. احنا شغلنا تمريناتنا بنفكر احنا بس حاجه واحده اسمه مصر. اما كل الجهاز اللي عايز يقول يقول اللي عايز يعبر عن نفسه يعبر له هو. احنا ما بنردش على اي حد. احنا عندنا مهمه بنستعدها بنشتغل بيها كاس الامم. اعلامنا كله بنحترمه بس لما يبقى اعلام ناس لاغراض شخصيه او لاغراض ناس بتبقى عايزه توقع منتخب مصر ما نعرفش. بس زي ما قلت لك احنا بنلعب باسم مصر. اللي بيحب مصر وبيعرف اسمه مصر يجي ينزل هنا ويشوف اللي مثل مصر واللي لبس تيشيرت مصر هو اللي بيحس بيه. اما الكلام اللي بيطلع ومنتخب مصر والمشاكل والناس وكل يوم اللي عايز يعمل ترند اللي عايز يعمل مليون مشاهده على مصلحه مين؟ لغرض ايه؟ لغرض شخصيه؟ طب وبلدك؟ بلدك اللي احنا جايين نلعب كاس امم هنا جايين نلعب كاس امم وعايزين ناخد كاس امم. بس زي ما قلت لك في الاخير احنا ما بنلتفتش الحاجات دي. اللي عايز يكتب يكتب اللي عايز يقول يقول. احنا بنحترم الناس كلها ما فيش اي مشاكل ان كان اي ناقد او ان كان اي مدرب او ان كان اي حد بيطلع ينتقد منتخب مصر. هو قبل ما ينتقد منتخب مصر اكيد بينتقد نفسه لان هو اصلا يعتبر ان هو واحد مصري. تصريحات مهمة جدا لعصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب الأول. واختلف كتير الحضري في تصريحاته. اكتسب خبرة شديدة جدا وجملة الحقيقة هقف عندها كتير. أنا ما عنديش 1 و2 و3 و4. أنا عندي كلهم رقم واحد. ودي الحقيقة مدارس. هناك مدربين لحراس المرمى يرقموا وهناك وجهات نظر أخرى. طبعا عصام الحضري من حقه لان هو مدرب في الجهاز الفني وكده. انا ما بعرفش هو بيتكلم عن ايه عن يعني مين. هل مثلا مين اللي بينتقد مين اللي ما بيحبش مصر؟ ما اعرفش. هو ما اعرفش لان طبعا طبيعي ومنطقي الكلام سهل يا كابتن سيف لكن الاهم هو الاداء داخل الملعب. ممكن اتكلم بسهوله. اي واحد
من وجهة نظري بينتقد منتخب مصر، بينتقدوا على أدائه داخل الملعب، بينتقدوا على فقدان شخصية منتخب مصر، لكن مش بينتقد عشان بيحبش مصر. أكيد كلنا بنحب مصر وكلنا بنتمنى إن 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 مصر تفوز. كابتن عصام الحضري صديقي وعشرة عمر وكنا ساكنين مع بعض، هسأله سؤال. إما رفض يلعب في ماتش تشيلي، إما رفض يلعب في ماتش تشيلي وأعلن اعتزاله، مش دي كانت مصر برضو ولا إيه؟ ساعتها كان بيبحث عن مصلحته ولا بيبحث عن مصلحة مصر؟ فاكر الموقف ده؟ بس هو في جزئية بس أنا هترجم شوية، أصل أنا بفهم الحضر يعني، فهترجمه شوية. الحضر بيتكلم إن ده وقت محتاجين فيه الدعم والمساندة رقم واحد. بيتكلم إن ممكن تكون الظروف هناك مختلفة، فأرجو اللي بيتكلم بس يعني يجي يشوف الظروف اللي إحنا فيها إيه، وإحنا في التوقيت ده محتاجين دعم ومساندة. ما قالش إن إحنا بنقدم أفضل حاجة ولا أسوأ حاجة. ممكن تكون قلة خبرة الحضري في حاجة، لأن أنا لمستها وحسيتها كتير. أحيانا يا كابتن خالد وأنت مسؤول بتشوف الإعلام عن طريق منبر واحد. يعني إيه؟ يعني إحنا مثلا 20 منبر إعلامي مثلا، ممكن يكون عندك 15 واحد داعمين للمنتخب عندهم الثقافه بتاع دلوقتي الدعم. ما هتحاسب هتحاسب، والحساب هيروح فين؟ يعني انا دلوقتي مثلا حاسبك دلوقتي، لا انا عايز اجل بعد البطوله. احنا يعني كاعلاميين بنشتغل بالسيستم ده او قناعاتنا كده، كل واحد له وجهه نظر. ممكن يسيب ال 15 وعنده واحد مثلا انتقده، وعنده مثلا مدرب حراس مرمى اتكلم على حاجه فبيرمي عليه. من الخبره ان الحاله دي بالذات تديها ظهرك وتطلع تقول ايه؟ احنا بنشكر الناس المساندة للمنتخب وبتاعه، وبنوعد الناس الفترة الجاية كذا كذا. هقول لك ليه؟ لان انت هنا رحت انت مش شايف غير الشخص. يعني انت لو سمعت كلامه كويس يقول لك ايه؟ اعلامي، لاعب سابق، مدرب سابق، يبقى هو رايح على حد. فاهم قصدي؟ انت ممكن تصدر مشهد ان ده الوضع بالكامل، وهو ده مش الوضع بالكامل. هسألك سؤال. اتفضل. عصام الحضري من اساطير الكرة في مصر، حد بيشكك في ده؟ لا طبعا. طيب احمد حسن ده اسمه ايه؟ عميد لعيب العالم؟ طبعا. احمد حسن بينتقد المنتخب؟ لا انت مش فاهمني. لا انا بكلمك، لا حتى لو ما هو بيتكلم عن مجال عام. عماد متعب حتى لو افضل، احمد حسام ميدو، مش الخلاف على كده. كل دول نجوم كبار. لا كابتن خالد انا مش قصدي على كده. انا قصدي برضو الحضري واضح ان ما يقصدش الناس دي. الحضري بيقول حد في الاخر ليه مصلحه. اذكر بس الحضري يقصد شخص. انا مش رايح مصلحه للشخص. يعني عايز يجي مكانه مثلا. بغض النظر انا مش رايح الحته دي. انا مش رايح. انت فاهم انا مش فاهم. ايوه انا رايح لحته واحده بس. ان يا حضري لازم في التوقيت ده، فاهم قصدي، افتح الكدر قول على الشخص. لا ما تقولش خالص، وصدر ان احنا بنشكر الاعلام المساند وبتاعه مش عارف ايه، وبنشكر اللي بينتقد قبل اللي بيأيد وبتاعه، وان شاء الله نتمنى التوفيق. فما تديش احساس للناس ان اللي انتقد ده اخذ المساحه دي كلها، ما عندك ناس بتأيدك وبتدعمك. سيف فاهم قصدي؟ سيف هو قال ما بيحبش مصر اللي فاهم كده. ما بيحبش مصر مش قصده خالد. كابتن خالد لا انا فاهم. لا كابتن خالد لا اسمه قصدك منتخب مصر بالظبط، عشان بس احنا نبقى محددين القصه. بص عشان دايما احوالك دي مصر يا كابتن. ايوه دايما التصريحات وانت في 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 المسؤوليه افهم التصريح من غير ما تقف على الحرف. ماشي فاهم قصدي؟ ماشي. رايك كابتن هشام؟ هي تصريحات خطيره من الحضر يعني، وبخبراته اللي هي لسه مش في التدريب كتير. يعني عشان هو انت عارف انا عشان بحب الحضري وزميلته اكتر واحد عشرته يعني. اقول لك حاجه، فانا قبل ما تعلق يعني، هي ولا خطيره ولا حاجه خالص. لا خطيره والله العظيم. بص ولا خطيره ولا حاجه خالص. انا عارف يعني هي انا عشان انا زي ما بقول لحضرتك انا معاشه. انا فاهم كويس. بس ولا خطيره ولا حاجه ليه؟ فرق كبير وانت لاعب عن وانت مدرب. طبعا وانت لاعب طبعا. رد على شخص زمان وانت مدرب، افتح الكدر. يعني بس انا اقصد ايه يا كابتن زمان؟ انا هتفق معاك في نقطه ايه؟ ان انت مش لازم ترد. هتفق معاك في دي ان مش لازم يرد وما يسمعش لاي حد. لان هقول لك حاجه، لا بص، ده نبض الشارع الرياضي كله يا كابتن نسيف. ده حتى الدكتور بس الاعلام انتقل. يا كابتن الاعلام المره دي عنده وعي. انا بتكلم الاعلام يعني بصفه عامه كله. على فكره من حق الناس تنقد فنيا وكل واحد له وجهه نظر. صح. انا بتكلم بصفه عامه، الناس مسانده بغض النظر عن الحاله، حتى لو مش افضل حاله، احنا مساندين ومساعدين. طبعاً. واللي جاي ونشوف اللي بعديها، بندور على اللي بعديها حتى لو دي مش راضياك. يعني حتى لو النقطه دي مش راضياك، بس بتقول ايه؟ انا بدور على اللي بعدها، انا مستني اللي بعدها. لازم يبص لدي
ما تبصش لنقطه واحده للي بينتقد وتروح. ما هي دي اللي انا بتكلم معاك فيها يا كابتن، او ان انا بقول لك ان الحضري لسه ما خدش الخبرات، لان هو النهارده طالع يتكلم باسم واحد من اهم المدربين في منتخب مصر دلوقتي. فلما تطلع تتكلم يبقى لازم ما تخليش حد يمسك وراك حاجه. بمعنى ايه؟ محمد صلاح النهارده لما طلع بعد الماتش قال ايه؟ قال لك احنا الاداء مش احسن حاجه، يبقى انا النهارده اهو ما انا ماسك، اشمعنى دي مش همسك فيها؟ يبقى لازم امسك من اللي قاله صلاح. هو صلاح ده رمز، كابتن محمد صلاح يعني فاتح الكادر قوي. ايوه انا عايز اوصل لك ايه؟ انت عارف يعني ايه فاتح الكادر؟ فاتح يعني فاتح الكادر قوي، عارف يعني المينتاليتي بتاعت لا عارف كل حاجه ودماغه ازاي كبيره، وعارف الناس في التوقيت ده انا هقول للناس ايه وفي التوقيت ده انا هشرح ازاي وفي التوقيت ده ينفع اتكلم ولا لا، وفي التوقيت ده الناس ما تتقبلش مني غير يعني في توقيت. انا مش عايز الموضوع يبقى شخصي، أنا مش عايز الموضوع يبقى شخصي، لان لو كده كان ممكن وائل جمعه هو اللي يتكلم، مدير الكوره هو اللي يتكلم في حاجه زي ديت. الحضري يتكلم على الحراس وعن المباراه ويقول النهارده عندي الحراس كويسين زي ما حضرتك قلت، ان انا عندي 1 2 3 4 مش هقف على حد يعني، وان انا بشتغل كويس معاهم، وان احنا المهم المكسب في الفتره اللي جايه. يعني انا بتكلم كله معنوي. لما يجي النهارده ينتقد حد يبقى هو بيقصد حد بعينه، يبقى يخلي مدير الكوره هو اللي يتكلم يا خالد. بس هو ده يعني ما مش عايز اقف قدام الموضوع ده، ما مش عايزين نقف، احنا الهدف بتاعنا اكبر من تصريحات عصام الحضري. صح، يبقى احنا زي ما احنا قلنا في النهايه هو الحضري اتكلم بجزء في خبره جديده جدا طبعا. ان انت تقول ان انا عندي 4 حراس رقم 1، ودي نقطه مهمه، وعلى فكره دي مدارس في مدربين حراس مرمى بيرقموا ده 1 وده 2 وده 3 وده 4، هي مدارس. الجزء الثاني افتح الكادر ودايما بص على المشهد بشكل عام جدا. نطلع فاصل ونرجع نكمل بعد. انفردنا قبل الفاصل بلقاء عصام الحضري وناقشناه مع الكابتن خالد والكابتن هشام، اما لو سمعوا بقى كيروش لاول مره بعد المباراه هيعلقوا يقولوا ايه؟ نشوف. اعزائي مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، عقب فوز منتخبنا الوطني 1-0 على غينيا بيساو معانا مستر كيروش، بالتاكيد بنبارك له على الفوز النهارده. كان شايف ان هل المباراه النهارده بتثبت ان مفيش فرقه سهله في البطوله؟ وجوجو اوجي مشتروك ناو تيني نيوما ايكيبا فاسيو بارا جوكار كونترا nesta competição. São aqueles que não conhecem futebol é que podem pensar que futebol há equipas fáceis numa Taça das Nações. يمكن بيقول لك حقيقي الناس اللي هي ما بتفقهش قوي في كره القدم تفتكر ان في فرق سهله، ولكن في منافسه زي كاس امم افريقيا ما فيش ولا فريق سهل. penso que é óbvio que se nós tivéssemos marcado mais cedo e se tivéssemos feito os golos que na primeira parte criámos o jogo era completamente diferente. المدرب متاكد ان احنا لو كنا قدرنا ان احنا نسجل الاهداف مبكرا شويه او كانت الاهداف في الشوط الاول سنحت بالنسبه لنا كان يمكن المباراه او النتيجه تكون مختلفه اكثر عن كده. كما قلت as I said before after four days of difficult and a lot of tension the players they give a fantastic answer. والحمد لله المدرب بيعيد بيقول ان هو بعد 4 ايام يمكن كان فيهم ضغط كبير على اللاعبين اعطوا اجابه طيبه جدا النهارده في المباراه. dedicate this win to the Egyptian fans. ونحب نهدي الفوز النهارده ان شاء الله للجماهير المصريه. special to one player اكرم. وخاصه للاعب في منتخب مصر اكرم. شايف انه اداء منتخبنا الوطني نقدر نوصل لابعد نقطه في البطوله؟ عشان كده اجورا سيرساو بودي شيكار تمبي مايزن فرينت نيستا كومبيتيسيون. as I said this kind of competition is not the way we start, it is the way we finish. المدرب اكد قبل كده ان هو المنافسه ما بتعتمدش احنا بنبدا ازاي، بتعتمد هننتهي ازاي. can only grow up, only grow up. ان شاء الله نحاول ان احنا ننمو لليوم نروح للامام. الله يخليك. اعزائي مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، ده كان لقائنا مع مستر كيروش هنا من الميكسد زون من داخل ملعب رومي دي اجيا بعد نجاح منتخبنا الوطني في اقتناص 3 نقاط هامه جدا واول 3 نقاط في بطوله الامم الافريقيه 2022 هنا في الكاميرون. العوده مره اخرى للاستوديو. لقاء طبعا بينفرد به المتألق حسن غنيمة، لقاء رائع لكيروش ووجهة نظره. ما بقفش كتير قدام التصريحات بتاع المدربين لأن دايما بتبقى استمبة، يعني تصريحات معروفة ما يقدرش يخرج عنها. ممكن لو خد بالك البرتغاليين مش سهلين برضو، يعني هو عارف كل كبيره وصغيره بتتقال عليه في الاعلام، كل كبيره وصغيره، عارف ان العقد سرب، عارف ان الناس عرفت، عارف الناس قلب عليه، عارف ان النهارده كان بيتكلم على طريقه 5-5 دي.
5-5-5-0 حاجه كده اللي اتكتبت في احدى القرائد البريطانيه. يعني بيتابع كل حاجه وعارف كل حاجه. طبيعي ومنطقي ان هو يقول مبروك لفرقته، طبيعي ومنطقي ان اللعيبه كان عليها ضغط ومبروك ليهم، بيهدي الفوز لاكرم توفيق. بيقول للناس اللي ما بتفهمش في الكوره بتقول مثلا ان البطوله سهل، اي ماتش يكون سهل، ما فيش مباراه سهله. لا، في الكوره مباريات سهله، في الكوره مباريات سهله. وانا شايف من وجهه نظري ان بطوله امم افريقيا بقت اسوأ بوجود 24 فريق. بطولة أمم أفريقيا وهي 16 فريق كان بيطلع لك في التصفيات أفضل 16، وكان من أول البطولة، البطولة بتبقى قوية جدا جدا جدا. ده يعني أتمنى من وجهة نظر أن البطولة لابد أن تعود مرة أخرى، إمكانيات الفرق الأفريقية وقدرات الفرق الأفريقية تقول أن احنا 16 فريق من أصل 54 دولة أفريقية، في جزء منهم كتير ما بيلعبش كورة أو بعيد عن الكورة أو مش لعبة شعبية أولى عندهم. اعتقد ان 16 افضل بكتير. هو بيقول ان مش مهم البدايات في الكره، المهم النهايات. وده كلام منطقي وطبيعي، واحنا منتظرين. في البطولات المهم تنهي ازاي، مش مهم تبتدي. ايوه، ما هو مش مهم البدايات، المهم النهايات. يعني ممكن تتعادل، تتغلب، ما اعرفش، تصعد لدور ال 16 مركز ثالث مثلا او ثاني وتكسب بعد كده عادي. ودي في الكره فعلا. الاهم ان انت برضو تدي انطباع يخوف الفرق الكبيره منك. اتمنى احنا كخالد، كلاعب كوره، كمصري، ان انا ربنا يوفق مستر كارلوس كيروش، وان تكون نهايتنا في البطوله دي نهايه ترضي المصريين. كابتن هشام، لا مش هقف كتير يعني عن تصريحاته، لكن هو النقطه اكيد احنا وكل اللعيبه اللي مبطله مش هتقيم كيروش كمدير فني، لان هو اكيد اقدر مننا واكبر وخبرات اعلى ومرة الناس دولية كبيرة جدا جدا. لكن انت ممكن تقف عند كلامه هو اللي ممكن. فكلامه ان هو يبدأ بان هو بيتكلم على الناس الجهلاء او ان هو الناس اللي مش ما بتفهمش في الكورة، مش هقف عندها يعني وكده. هو مالش كده، هو قال انا فاهم، بس هي المعنى كده. لا، هو قال اللي ممكن ما بيفهمش في الكورة يقول ان فريق سهل. لا، في ماتشات سهلة فعلا. الكورة كلها في ماتشات سهلة في ماتشات صعبة. ما هل الدوري المصري عندك كل الفرق زي الزمالك والاهلي؟ استحاله. هل في الدوري الانجليزي، عشان ما نقولش الدوري المصري، الدوري الانجليزي كل الفرق زي بعض؟ استحاله. الدوري الاسباني هم فرقتين، ريال مدريد وبرشلونه واتلتيكو. ايوه، ما هي ده انا بتكلم، ما هو ده انا بتكلم. عارف ليه هو ناقد نفسه؟ عارف ليه؟ هو قال لو كنا جبنا جونين ثلاثه كانت المباراه ايه، فتحت يبقى المباراه هتبقى ايه، سهله. طيب بعد كده قال لك مفيش مباراه سهله. يعني طب لو هي، لو احنا كمل فرص كورتين ثلاثه في العارضه، لو كنا جبنا جونين ثلاثه، كان معنى كده ان انت وصلت، يبقى ده فريق سهل. بص يا كابتن، اللي بيتكلم كده تاكد ان هو وصل لهم الغضب بتاع الشارع المصري. اكيد طبعا. عشان كده هو بيتكلم ان هو زعلان وعايز يطلع الناس اللي مش واقف عندها يعني. لان هو في انتقاد فعلا. لما الدكتور اشرف صبحي بنفسه ينتقد، يبقى النهارده في انتقاد. ده شارع الرياضي كله في مصر. لان انت الاهم يا كابتن سيف انك توصل كاس عالم. مع انك انت يبقى عندك شخصيه في البطوله دي، ان انت ازاي توصل ابعد مدى. ابعد مدى ده ان شاء الله توصل فاينل، ما تاخدش البطوله ماشي مع فرقه جامده، هقول لك خلاص ده يعني انت وصلت لمرحله كويسه، قيمت نفسك كويس. لكن انا النهارده لا، معلش، انا هتفق مع خالد في نقطه ال 24 فريق و16 فريق. لو 16 فريق، عايز اسالك سؤال. في ساعات مباريات كده في الدوري المصري فريق مثلا يجيب هدف في اخر ثانيه، فيقول لك ايه ده هدف الدوري، ده اللي يخلي الفريق ده يكسب الدوري، ده اللي يخلي الفريق ده يرجع البطوله تاني. صح. ممكن النهارده لقطه الفار في الهدف تكون هي دي؟ طبعا هتبقى مش هي دي كامله، مش 100%، مش 100% عشان الناس تبقى فاهم. بس في اوقات الحظ، او جوزيه كان بيقول لنا كده على طول، انت ممكن تبقى وحش جدا والحظ يبقى معاك انك يكسبك ماتشين وثلاثه عشان يفوقك ويديلك الدفعه المعنويه انك تكسب بيها البطوله. لان انت مش طول السنه تبقى كويس يا كابتن سيف، مفيش حد طول السنه كويس. صح. طب تعالى طمنك على الفرقه هناك ونشوف. طيب. مع زميلنا حسن غنيمة عامل لقاءات النهارده مكسر الدنيا. ابو طبعا. علي، مساء الخير. من الكاميرون تحياتي لحضرتك كابتن سيف زاهر، تحياتي لكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. اخيرا يا كابتن تنفسنا الصعداء باول ثلاث نقاط في بطوله الامم الافريقيه هنا في الكاميرون، ويمكن ده عمل نوع من الارتياح داخل معسكر منتخبنا الوطني. وانا دلوقتي بكلم حضرتك من ملعب رومي دي اجيا اللي استضاف المباراه منذ قليل بفوز منتخبنا الوطني 1-0 على غينيا بيساو. يمكن الحقيقه كيروش كان طالع مبسوط جدا من المباراه وحيه
الجماهير يعني بمثابه كده اعتذار عن النتيجه الاولى واللي حصل منه مع الجماهير في المباراه الاولى، والجماهير برضو ردت له التحيه وهو خارج الى ممر غرفه خلع الملابس. يعني اللاعبين عندها حاله ارتياح، هم ما كانوش يعني حاسين ان هم كان عندهم افضل من كده، لكن طبعا الظروف هنا في البطوله صعبه جدا، سواء يعني في درجات الحراره النهارده كانت واصله لدرجه 35 درجه مئويه، واثناء المباراه كان الرطوبه كانت مرتفعه بشكل كبير جدا. لكن بالتاكيد النهارده كابتن سيف يعني الارتياح ده، لان حسينا ان النهارده في اختلاف من حيث الروح من حيث الحماس داخل الملعب، يعني وان كان الفوز تاخر شويه وده يعني وقع قلبنا كده، لكن في النهايه المباراه النهارده بتثبت ان مفيش فريق ضعيف في البطوله، ويمكن ده حتى كان كلام الجهاز الفني كل بشكر حسن غنيمة الحقيقة مجهود كبير جدا جدا هناك، وبشكر الطاقم الطبي كمان لمنتخبنا الوطني دكتور محمد أبو العلا والمجموعة اللي موجودة هناك، لأن الحفاظ الحقيقة على الأمور الطبية في خلال البطولة في الظروف دي بتبقى شيء صعب جدا. التشكيل الأفضل من وجهة نظرك للمباراة اللي جاية؟ التشكيل بتاع هو ولا بتاعنا؟ أنت. أنا مصمم، هو فتوح مش هيلحق طبعا. تمام. أيمن أشرف، حجازي لو مش سليم، محمود علاء أو محمد عبد المنعم لو الونش مش سليم، أصلا لو الونش مش سليم، لو الونش سليم موجود. تمام. عمر كمال عبد الواحد نص الملعب، ما زلت مصر أحمد سيد زيزو، عمرو السولية، إمام عاشور قدام، رمضان صبحي مكان مرموش، صلاح مصطفى محمد صلاح. أو محمد الشريف، يعني لو مصطفى خد فرصتين ما اثبتش ادي بقى لمحمد الشريف يبتدي الماتش دوت امام السودان، وماتش مش صعب برضو قدام فريق اساسا منتخب السودان يعني كلهم عناصر شابه صغيره بعد ما تم تصفيه الفريق اللي لعب في بطوله العرب، اكتر من 70% منهم مشيوا، فدول لعيبه جديده اول مره تيجي، فممكن ابتدي بمحمد شريف الماتش ده ومحمد صلاح، وأدي حظ مختلف لمصطفى محمد انه ممكن ينزل الشوط الثاني، ممكن عمر مرموش ينزل الشوط الثاني، لكن ابتدي بالتشكيل ده تشكيل طبيعي امام السودان. كابتن هشام، والله لو بتشكيله هو او بفكره هو هنلاقي اختلافات برضو تغيير، انت الافضل من لكن انا الافضل من وجهه نظري محمد الشناوي، عمر كمال عبد الواحد، الونش لو سليم، حجازي، ايمن اشرف، لو الونش مش سليم هيبقى محمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم هيبقى السوليه وحمدي فتحي وزيزو ورمضان صبحي في نص الملعب، صلاح ومصطفى محمد، يعني هلعب 4-4-2 وتلقت على هيبقى هيلعب مع كابتن مصطفى قولها لي تاني كده، ما هي 4-4-2 انا ما بقولش حاجه غلط، 4 ورا مين؟ عمر، خلاص الاربعه ورا، الاربعه اللي ورا ماشي خلاص في نص الملعب، خلاص الاربعه في نص قدام مين بقى؟ زيزو يا كابتن، ان سوليه وحمدي ورمضان، صلاح قدام ومصطفى محمد هو اللي قدام خالص، انت عايز ترجع 4-3-2-1 قصدك كده، هي دي التشكيله، 4-3-2-1 لا هي 4-4-2 كده، هو عاملها 4-4-2 في حاله الهجوم، لو 4-3-2 يبقى مختلف، هو بيلعب رمضان مكان مرموش، صلاح من تحت، صلاح من تحت مصطفى، لو عايز 4-2 رمضان يبقى مكان مرموش، هيلعب بحمدي فتحي وعمر السوليه، وهيلعب قدامهم ناحيه الشمال رمضان صبحي، ناحيه اليمين محمد صلاح، وقدامهم زيزو، فاهم قصدي؟ لا انت بتقول أيوة صح زيزو بص رمضان صبحي كانت اتلخبطت ليه، ما تحطها على الشاشه يا جماعه، حط الشاشه على التلفزيون، انت لو عايز تلعب 4-2-3-1 4-2-3-1 الاثنين الديفندرز السوليه وحمدي والسوليه، تمام الاثنين ديفندرز هتلعب قدام بقى، هتلعب بزيزو ناحيه ال لا هتلعب برمضان وهتلعب بصلاح بالظبط، ومصطفى محمد قدام، مين في النص؟ ناقص لك واحد في النص، زيزو يا كابتن، انا قلت زيزو، انت السوليه على الدايره، ايوه يا كابتن انا قلت لا السوليه وحمدي زيزو، ايوه زيزو اللي هو صانع العاب يعني، صانع العاب ناحيه يعني 8 8 بس، ورمضان الناحيه الثانيه وصلاح، مش غير طريقه يعني، ما هتبقى 4-3-3 برضه يا كابتن، طب حطها 4-3-3 حمدي فتحي خلاص، السوليه ناحيه الشمال، تمام زيزو ناحيه اليمين، تمام صلاح قدام، مصطفى محمد، رمضان صبحي، تمام دي اسهل خلاص اهو سهله، دي اصل انت جيت بطريقه ما لعبناهاش واحنا صغيرين، لا يا كابتن سهله والله يا كابتن، التنفيذ سهل اللي هي اللعيبه وقدراتها، مش انت قلت سالته خالد سؤال
لو كيروش سيبك من كيروش دلوقتي على جنب اللعيبه نفسها قدراتها ايه في الملعب دي قدرات يا كابتن. حط رمضان صبحي. انت معنى كلامكم ان زيزو ورمضان ما يطلعوش ملعب. لازم يلعبوا. لا رمضان لازم ياخد فرصه. لازم ياخد فرصه. انا اديت عمر مرموش ماتشين، ماتش قوي وماتش اقل قوه وما اثبتش وجوده قوي، ادي رمضان بقى. اديت مصطفى محمد ماتشين، ماتش قوي وماتش نص نص، برده مش موفق قوي، ادي محمد شريف بقى. يعني وماتش السودان اقل قوه. صح. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معنا جمله. خلصنا كل حديثنا عن المنتخب الوطني، نروح بقى كده لبعض الاسئله السريعه جدا جدا ورايكم فيها. رايك ايه؟ فانا كنت اتكلمت في الانترو من حوالي كام يوم ان الزمالك بيتعاقد مع بديل بن شرقي، وفي لاعب خلاص الزمالك كان بيخلص فيه. قلت النهارده في الانترو ان بن شرقي راح لامير مرتضى واتكلم معاه، قال له انت تتعاقد مع لعيب، طب ليه ما كملتش معايا حديث؟ قال له يعني انت عايز نكمل حديث؟ قال له اه. رايك؟ رأيي اولا عشان نتعاقد مع لاعب ده لسه بدري قوي، احنا بنتكلم على شهر 9 اللي جاي. صح، ما انت لسه تفهم دلوقتي. من 8 ل 9 ماشي، الامور متغيره سيف. ما يكون لو الوضع، لو انت هتتعاقد في يناير ماشي، لكن هتيجي تتفق ولسه فاضل 8 شهور، ما فيش حاجه مضمونه بعد 8 شهور. يعني فاهم؟ افرض لعيب اتصاب، افرض لعيب مستوى وحش، افرض يعني على فكره في لعيبه كتيره مضت في يناير. مضت في يناير للسنه الجايه؟ ايوه، ما انت اللعيبه من حقها تمضي في يناير. أيوة. اللعيب اللي عقده يخلص حقه يمضي في يناير. انا موافقك، بس الكلام ده لما يكون لاعب اجنبي بتبقى يعني منتظر كده شويه. يعني اشرف بن شرقي وضعه مختلف، بيلعب منتخب مغرب، بيلعب في نادي الزمالك، فما بيكون لاعب فري بيرضي. انت ايه رايك في موضوع بن شرقي؟ هل ممكن يغير رايه؟ هل ممكن يكون مضى مع نادي وممكن يرجع؟ لا، انا من وجهه نظري انت دايما الاشياء توديك للدنيا رايحه لفين. يعني دايما الخطوات توديك للدنيا رايحه لفين. اشرف بن شرقي بقى لهم بيتفاوضوا معاه حوالي 8 شهور. يعني بدا التفاوض مع اللي هو عماد عبد العزيز، ثم مرورا بكابتن حسين لبيب، ثم مرورا بالمستشار مرتضى منصور، وحتى الان بكره بعده بعدين ما اعرفش. يعني كده الدنيا رايحه ان اشرف لن يجدد مع نادي الزمالك. انا من وجهه نظري. وجهه نظرك انت؟ ان هو لن يجدد. الزمالك بيمضي مع عمر السعيد. عمر السعيد لعيب كويس، هو بيجدد معايا. من اللعيبه اللي رؤوس الحربه المتميزين في الدوري المصري. يعني انت لو فقدت عمر السعيد مفيش لعيب افضل منه في الدوري المصري، لان معظم اللعيبه المصريين قريبين من بعض. هسالك سؤال بس فكر فيه. ابو جبل بيجدد دلوقتي، وعواد اوريدي ماضي، فاضل له سنه اعتقد او سنتين. يختلف سعر ابو جبل لو بيجدد وبيلعب؟ هو اللي حطينا في الوضع ده مع كل احترامي وتقديري، يعني اللجنه اللي فاتت انها راحت عملت محمد صبحي اعاره بنيه البيع، وانا علمت ان فاركو خلاص هيفعلوا نيه البيع. ما فيهاش كلام، وفيوتشر هيفعل جنش، فاهم؟ خلاص. وبالتالي انت اللي حطيت نفسك في الوضع ده. انت كان عندك اربع حراس مرمى، جنش، ابو جبل، عواد، صبحي. فقدت جنش، فقدت محمد صبحي، ابو جبل هيجدد، وعواد هو اللي معنى كلامك ان ابو جبل. السؤال برضو، ابو جبل لو هو بيلعب زي هو احتياطي العواد؟ لا، ما يفرقش. ما يفرقش حاجه. لان ابو جبل حارس تقيل وبيلعب منتخب دلوقتي. مش ابو جبل اللي هو في المنتخب؟ صح. موسيماني بيجدد مع النادي الاهلي موسمين وخلاص استقروا على كل الشروط، رايك؟ بيبقى قرار سليم مليون في المية. وانا قلت معاك هنا كابتن سيف قبل كده من شهر او شهر ونص لما كنا بنتكلم على الاهلي والزمالك ايام الدوري، قلت لك ده يبقى انسب قرار ان لازم الناس تقعد وتجدد لموسيماني. صح. دي هاي. كهربا وجوده الاعاره دي الافيد ليه والموسيماني؟ هل وجود كهربا من غير ما يلعب كان عامل ضغط على موسيماني؟ هو التصريح الاصعب ان هو قال لك انا فوجئت ان كهربا مشي. فانا ما بقتش فاهم، هو انت كنت عايزه ولا مش عايزه؟ لا، مش هو فاهم. ممكن الاثنين يمشوا مع بعض. انا يعني ممكن ان انا ما بحطوش في التشكيل، او انا هو مش
في حساباتي، ولكن انا مثلا اعارته انا مش عارف، انا مش مصدقه عايز اجيب لها بالورق مش عارف، مش عارف أنا مش عارف فانا بيشتغلنا بيشتغلنا ايوه انا مش مقتنع بيها بس هو موسيماني الحقيقه مدير فني كويس، وانا شايف ان ده احسن حل لموسيماني والكهرباء، لان كهرباء كان محتاج انه يلعب رد في الملعب في الملعب، لان بقاله فتره كبيره يعني بس كلام خطير اللي قاله ده على ايه؟ متفق معاك ان هو ما يعرفش ان كهرباء مشي يعني بس هيتحاسب عليه؟ سيبك من هيتحاسب عليه، ده كده بيهزر يعني. ما هو ماشي، ما انا بقول لك هيتحاسب عليه. لا يعني هو فاكر الناس مثلا اللي بيتفرجوا عليه اغبياء مثلا ولا الناس اللي متابعه دي يعني ايه بيتاكل عليها لا خالص، هو يعني احيانا وانت بتصرح يعني يكون جنبك الصواب، ولكن تاكد ان في الاخر في الاهلي هو هيتحاسب عليه، ولكن دايما ابدا الحساب في الاهلي غير معلن. لا ممكن يا كابتن يبقى الفهم من الكلام دوت ان هو مثلا ايه، انا عارف من الاول ان كهربا خلاص مش معايا، فالناس شافت له حاجه ان هو ما حدش اتصل بيه قال له مثلا ممكن يعني. طب ما انت اوريدي عارف ان هو مش هيبقى معاك خلاص الفتره الجايه، فعشان كده التصريح الجاي ده عايز اخد رايك فيه برضو. ميدو طلع في تصريح مع الكابتن شوبير وقال ان الفرق ما بين الاهلي والزمالك في البطولات وفي سخونة البطولات ان الاهلي ما بياخد بطوله لعبته بتروح تاني يوم التمرين كان شان لم يكن. الزمالك ممكن تقعد تحتفل اسبوع 10 ايام شهر. هو في حاجتين انا عايز اعلق على دي وحاجه تانية ميدو قالها. قال لك ميدو ان الناس بتتربى ان دايما على الظلم وما اعرفش ايه وكده وبتاع، مظلوميه مظلوميه والتحكيم والحاجات كده وبتاع عكس الاهلي وكده. اولا نادي الزمالك بطولاته اقل من نادي الاهلي، ودي الامور كتيره جدا مش عايز اتكلم فيها. نادي الزمالك ما بياخد بطوله بيبقى ليها معنى اكبر من النادي الاهلي اللي هو بياخد بطولات اكتر يعني في الدوري وكده وبتاع. طبيعي ومنطقي ان انا افرح وافرح جدا بالبطوله اللي انا خدتها. فكلام ميدو من وجهه نظري هو احزن للزملكاويه يعني، خصوصا ان ميدو التصريح الثاني بقى واللي هو ممكن ميدو يرد عليه. ميدو قال ان نادي الزمالك حاسس بالمظلوميه وان ما اعرفش ايه وكده، وان الزمالك دايما ما بيجي يخسر بطوله يقول لك التحكيم، صح مش قال كده التحكيم والحكام وبتاع وده مش حقيقي وبتاع كلام من هذا القبيل. ميدو قبل كده له تصريح شهير قال لك انا مره كنت عايز فلوسي فروحت لوكاله الاهرام للاهلان وحسن حمدي، لقيت حسن حمدي هو اللي هيديني فلوسي. فاكر الحاجات دي؟ بس ممكن اقول لك حاجه يعني معناه ان هو حس ان الموضوع مش بايد الزمالك. لا لا, لا لا انا مختلف في حته، بس هو ما يقصدش كده على فكره. طب انا عارف بس اديك حته تانية. نمره اتنين انا واخد كام بطوله في الدوري؟ 13 تقريبا. الزمالك الاهلي واخد حاجه و40 صح؟ يعني تلات اضعافي تمام؟ طيب 2014 2015 الزمالك خد دوري وكاس، و2021 الزمالك خد الدوري صح؟ نفس الكلام. الاهلي اما الزمالك خد الدوري 2014 2015 كان اسماعيلي سايب الماتش. الحكام اسمع بس. لا اسمعني انا مش عايز دي. لا ما انا هقول لك ليه، عشان اصل هو بيقول لك كان بيقارن ما بين الزمالك والاهلي. انت برضه قريتها 2021 سنه بس 2021 ما خدنا الدوري، دوري شيلونجو الفار هو مش 15 ضربه جزاء. انت برضه ما تروح. بص يا خالد مش عايز تروح الحته دي. انا انت لسه مصحو قبل الفاصل في الفاصل لسه مصحو. انا عايزك تشوفها من وجهه نظر تانية. مش مختلف معاك والله في حاجه. ما هو بيقول ان العكس ده الفرق بين الاهلي، فانا بقول له الاهلي وهو واخد ثلاث اضعاف بطولات يعني بطولاته في ما بيخسر بطولات اقل، بيقول برضه ان الحكام السبب وبيقول برضه ان الفار السبب وبيقول ان ضربات جزاء السبب وبيقول ان ماتشات بتتساب. لا هو برضه بيقول كده. هو بيقول قصه لو فكرت فيها هتلاقي ان هي محتاجه تعديل. انا مقاوماتي، هو قال ان مقاومات الزمالك زي الاهلي يقدر يكسب كل البطولات وعنده جميع المقاومات، ولكن هو محتاج تغيير في التفكير، تغيير ان انا زيك انت بتكسب انا اكسب، انت بتكسب انا اكسب. دي ممكن وجهه نظر برضو يكون فيها تفكير. ميدو هقول لك حاجه، ميدو زملكاوي جدا جدا طبعا جدا، مفيش كلام. لكن ميدو معش في الزمالك كتير. ميدو لعب في الزمالك قد ايه؟ سنتين صح، سنة ونص حاجه كده بس ضحى للزمالك وجي كتير. وجي كمدرب لا وجي كلاعب، وجي كمدرب سنه لكن احنا عشنا في الزمالك 15 سنه بس. هو ضحى للزمالك كتير. هو جه للزمالك كلاعب في توقيت
لو فكر ألف مرة كان صعب. قلت لك انه زملكاوي كبير صح؟ لكن انا قصدي اللي عاش جوه وعاش بطولات كتير وشاف اجواء كتير وشاف حاجات حصلت له كتير. اذا كان بقول لك ميدو جه سنة واحدة راح قايل لك انا ما جيت اخد فلوسي قالوا لي لازم كابتن حسن حمدي يمضي الشيك، فلقيت ان عشان الشيك إن النادي الاهلي هو لازم يديني فلوس. انت مش شايف القصه دي ممكن بيحصل فيها تغيير؟ يعني عادي انا يبقى عندي الثقافه او الفكر انا زي زيك تكسب ارمي ورا ظهري وابتدي تاني سيف يوم او جديد. سيف انا زي زيك انا نادي الزمالك نادي كبير والنادي الاهلي نادي كبير صح. انا النادي الاهلي اقوى من الزمالك في الاعلام طول الوقت. النادي الاهلي قبل الفار كان بيجامل في التحكيم كثير جدا جدا جدا. ممكن اقول لك حاجات كتيره جدا حصلت من بدايه من جون حسن شحاته التسلل بابو تريكه بالناس اللي بتمشي نفسها في البسين. انا نفسي مره اسالك انت عايز توقفني ليه؟ طيب انا عايز توقفني ليه؟ انا بقول لك ده مجاملات كان بيحصل مجاملات. قصدي التساوي في الامكانيات ما يودكش لنفس القصه نفكر فيها. مفيش امكانيات تساوي، مفيش بجد. الاهلي بياخد 400 مليون على فكره. الاهلي بياخد 400 مليون والزمالك بياخد 200 مليون. ماشي. يعني التساوي في ايه؟ كابتن هشام انا عندي لجان مؤقته كل شويه وبتحل والنادي الاهلي ما تحل مجلسه حسن حمدي خمس دقائق رجعوها بعد 10 دقائق. كابتن هشام رايك؟ عمرو فاروق كانوا الناس زعلانين انه ما موجود والدنيا هتقع في النادي الاهلي بعد ربع ساعه رجع. كابتن هشام مش سامعك كابتن ولا سامعه بصراحه. رايك سريع نظري يعني مر دخلها في حاجه صعبه جدا. لا رايي في ايه؟ على ردي بس على ردي على ان كلمه ميدو فان انا الامكانيات لا انا بكلمك عن وجهه نظرك. وجهه نظر ماشي. كابتن حسن شحاته قال كده برضو قال لك ان جماهير نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك دايما بتبص للمظلوميه مش بيبصين لنفسهم. فانت ارمي ورا ظهرك وركز في اللي جاي دايما تركز في اللي جاي. يعني اقلب الصفحه وركز في اللي جاي. شوف اخطائك ايه، ما تبصش لاخطاء المنافس ايه او هو ايه اللي حصل له. لان انت نادي كبير زي ما انت بتقول ان انت نادي كبير وده حقيقه. انت نادي كبير لكن ما تبصش بقى هو انا عشان انا شاطر انت هتقعد تبص لي فرقتي. لا بص فرقتك انت الاول وركز. دي وجهه نظر، دي وجهه نظري. فميدو بيتكلم صح. كاس الرابطه ممكن تطلع قاعده ناشئ ونبقى انا عشان بس وقتي يعني هو مين قال دوري شيلونجو يا جماعه؟ مين قال دوري شيلونجو؟ مين قال اللي بياخد يا كابتن خالد؟ اهدى بس بص فرقتي كمان. هو اذا كان انا باخد بطوله واحده كام بيان ضد الحكام؟ ممكن تركز معانا؟ طيب ماشي مش ده سؤالنا. سيبك انا لسه بقول لك في الفاصل. انت بتقارن انا مش بقول لك. طب ممكن تخليك معايا؟ ماشي اتفضل. كاس الرابطه هيطلع وجوه جديده؟ طلع قاعده من الناشئين يعني عندهم فرصه يعني عندهم فرصه ماتشات بتتلعب بس لغايه دلوقتي ملهاش طعم. لغايه دلوقتي حاسس ان ملهاش طعم لانها يعني مش عارف مفيش اهتمام والساعه 2:30 الساعه 5 ملهاش طعم لغايه دلوقتي. لكن تطلع وفرصه ولازم اللعيبه تتمسك بالفرصه. كابتن هشام هتطلع طبعا هتطلع هل في الاخر كل فريق هيلعب مكتمل صفوفه ولا دي هتبقى بطوله نبص فيها على قاعده من الناشئين؟ في انديه بتلعب كل لعيبتها اللي هي الاساسيه لان هي مش موجوده في المنتخب فاللعيبه بتلعب نفس اللعيبه. لكن الاهلي والزمالك هيبقى في اكتشافات كتير. هيبقى في اكتشافات كتير. شرفتني ونورتني. مسكتني انت. اتشرف بوجودك دايما. اتشرف بوجودك دايما. كابتن هشام شرفتني ونورتني. خلصنا حلقتنا النهارده مع الكابتن خالد غندور، كابتن هشام حنفي بشكرهم شكرا جزيلا. بعد الفاصل احمد نجيب احمد يماني ولغه الارقام بعد الفاصل.